بوريكم بس حاجة صغيرة هنا واقف قدام مصنع من المصانع. اتس اوكي سو يو كونتينيو كونتينيو اتس اوكي اوكي كونتينيو. اه ان يعني انا يعني طبعا عشان بيزعجوني كتير قوي كارت فبصراحة ايه ما بقدرش اديهم البيزنس كارت، فبقول لهم خدوا صورة بس منه عشان عدد الكارت قليل يعني. فالمفترض خد مش تاخدوا الصورة مثلا وتقول لي خلاص، لا انا بوريكم الحرص والجد والاجتهاد عند الصينيين. خدت الكارت وعمالة تنقشه، يعني زي ما حضرتك شايفين كده تقريبا كتبت كل حاجة في الكارت، يعني الاسم والتليفون والايميل والواتساب والويتشات وحتى الفروع اللي انا حاططها في الكارت، يعني فروع مثلا مكاتب يعني وكيله ليا مثلا في اوغندا وفي السودان وكده برضو راحت كاتباهم. تكتب كل نقشت الكارت كله في تقريبا اقل من 20 ثانيه. فانا بوريكم بس ادي الصينيين ما شاء الله حرص الصينيين وحرصهم، مش ان خد صوره الكارت وخلاص يلا، لا حرصهم الشديد على الجد والاجتهاد وانها تاخد بيانات العميل بيانات كامله، ما سابتش حاجه من الكارت اللي ما خدته. وكل ده وانا هاخد منها الكارت. سو يو فينيش اي تيك ناو ذا بزنس كارد، ثانك يو سو ماتش. قلت الدولار بعد كده.